الآن نتابع كلمة الرئيس الأمريكي ترامب في قمة حزب المحافظين إلى هناك. نحن نشهد أيضا شخصيات أمريكية كبيرة. رأينا الأم التي رمت أرمت لقت بنفسها فوق بنتها حفاظا على روحها. رأينا غرباء وفرق إنقاذ ضباط شرطة كانوا في أجازتهم تدخلوا بشجاعة وقوة وجسارة واندفعوا نحو هذا الحادث لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. رأينا كل الأجهزة تستجيب بقوة. الولايات المتحدة تواجه الكراهية وتواجه الحقد بحب وشجاعة. ما زال هناك من بقي كثير على قيد الحياة ليحكي تلك القصة وتلك البطولات. هذه لحظات تنبع من الظلام لنخرج إلى النور. كل الأمريكيين قاموا بدعم كل الجرحى والمصابين ونحن معهم اليوم وسنكون دائما معهم إلى الأبد. نقف بجانبهم للأبد. نحن نتفهم أن الأمر كان فظيعا لمشاهدته. أولئك الذين فقدوا أحبائهم نحن على لا نستطيع أن نخفف آلامهم ولكن نؤكد لهم أننا لن نترككم وسنظل أمة واحدة نصاب دائما ونعالج دائما ونقوى دائما ونقف مرة أخرى متحدين. نحن نقف دائما مع ملايين البشر الذين عانوا من هذه المذبحة أيضا وفي كاليفورنيا وفي الأعاصير وعلى مدار وعلى طول الخليج وفي المكسيك. أنا أحب تكساس وقد تركت فلوريدا ولويزيانا وذهبت إلى بورتريكو وقابلت كل حكام الولايات هناك. هم رجال شجعان يتواجدون دائما في موقع الحدث وأنا أشكرهم. هما لم يكن أمامهم خيار واحد سوى أن يكونوا هناك كأمريكيين يعشقون مواطنيهم ويقفوا دائما لتخفيف المعاناة عنهم ومن أجل الاستشفاء السريع. وبعد هذه المأساة وهذه المذبحة وعدة أسابيع نجد الكرم والشجاعة الأمريكية. نرى شجاعة كل يوم تذكرنا شجاعة الأمريكيين بأننا دولة قوية ودولة متضامنة ودولة متحدة. عندما تتحد الولايات المتحدة لن تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تكسرها أبدا أو تنال منها. نحن نحب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذن يتحدث في قمة المحافظين لهذا العام 2017 يتحدث بنبرة تعلي من شأن الولايات المتحدة الأمريكية كالمعتاد يقدم التعازي في عدد من الصعاب والأمور الجسيمة التي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا بعض الظروف الطبيعية والأعاصير التي مرت بالولايات المتحدة الأمريكية وبورتريكو التابعة إحدى الجزر التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. كيف تواصل مع حكام هذه الولايات واستطاع التأكد من تقديم الدعم ويد العون التي قدمت من خلال الإدارة الأمريكية للمضارين من هذه العصير؟ ثم لعله تحدث بعد ذلك عن المقتلة الكبرى التي شهدتها لاس فيغاس وخلفت عشرات الضحايا ومئات الجرحى. الرئيس الأمريكي يتحدث كذلك عن أن قوة وصلابة المجتمع الأمريكي من وجهة نظري هي الضمانة لكسر أي تعد قد يصيب الولايات المتحدة الأمريكية. تحدث بنبرة اعتيادية يعلي فيها من شأن الداخل الأمريكي ومن شأن الولايات المتحدة الأمريكية في حديثه على هامش المشاركة في قمة المحافظين لهذا العام عام 2017. ربما يكون كذلك في هذا المجال إذا ما تواصلنا في هذا البث للحديث حول استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع الاتفاق النووي الذي جرى إبرامه مع إيران مع دول 5+1. والحديث لا يزال مستمرا وصادرا من قبل البيت الأبيض بأن هناك تململا وضيقا أمريكيا من تعامل إيران مع الاتفاق النووي وتحديدا مع برامج الصواريخ البالستية.